بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد بكم اللقاء أيها السيدات والسادة الكرام في الأمسية الرابعة من أمسيات السلسلة الثقافية ضيوف وقضايا، التي هي الآن في نسختها الثالثة، وتأتمنى أن تستمر إلى أبعد مدى بإذن الله تعالى. وباسمكم جميعا وباسم سمو أميرتنا الجليلة الدكتورة الجوهرة بنت فهدي آل سعود، وقائد منتدانا الدكتور شريف العجلاني، وممثل مجلس الإدارة المستشار اللواء أسامة أمين، وباسم كذلك أعضاء المنتدى كل باسمه وصفته ولقبه، أفتتح أشغال الأمسية التي سنستقبل فيها وبأحضان دافئة نخلة العراق، السيدة التي سطرت قلمها للنبش في مواضع أرقتها وأرقت مجتمعها. إنها الأستاذة زاهدة مردان العسافي، ومؤلفها المعنون بمأساة النزوح الأسباب والمعالجات، والتي ستتفضل بتقديم قراءة فيه الدكتورة كوثر أبو العيد. قبل تقديم الأستاذتين الكريمتين، سأعطي الكلمة الآن للدكتور شريف العجلاني، فليتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة نكثر ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها ليلة مباركة، ومن بركتها أيضا هذه الأمسية التي أعدتها باقتدار الدكتورة جميلة الفلالي من دولة المغرب، هذه الأيقونة العربية التي يجب على كل عربي أن يفتخر بها وبفريقها لما تبثه من عمق العلم وانتشاره وتثقيف الوطن العربي في مواضيع مهمة جدا وفي أمس الحاجة إليها. الليلة نحن أمام مؤلفة معروفة في النخبة، وهي من إدارة النخبة، الأستاذة الزاهدة ملا مردان العسافي، لها أيادي بيضاء كثيرة على النخبة ومتواصلة معنا في الإدارة ونشطة جدا، ولم نطلب منها شيء إلا وتبادر بأقصى ما تستطيع. الأستاذة الزاهدة العسافي وكتابها مأساة النزوح الحقيقة كتاب قيم جدا ومفيد، وتجربة من واقع. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى في المملكة العربية السعودية وإن شاء الله في بلادنا العربية جميعا ألا يوجد نزوح، لله الحمد في المملكة نحن نعيش الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش ولله الحمد، ولدينا من النازحين كثير من سوريا ومن اليمن، ولدينا أيضا من أفريقيا، الآن لدينا كثير من السودان أيضا، ونرحب بهم وهم أهلنا وربعنا وحياهم الله. إن مأساة النزوح قضية أصبحت كبيرة جدا، وموضوع نقاشها وقراءة الكتاب من الدكتورة كوثر جزاها الله خير وبيض الله وجهها ستكون ليلة يعني متميزة فعلا، ونحن ننتظر هذا العطاء وهذه الليلة، وخاصة هذا الموضوع، موضوع النزوح، لأنه جديد. والدكتورة أو الأستاذة زاهدة أنا أعرف أنها فعلا تعبت على هذا الكتاب، وأعرف مدى صدر هذا الكتاب في طبعته في مصر، وأنا طلعت على كثير أجزاء منه. فنحن أمام موضوع قوي جدا وأمام عمالقة، الدكتورة كوثر الأستاذة الزاهدة
أيضا إدارة الجلسة دكتورة جميلة، ومن الخلف أيضا الأستاذة شاهد القضاة في التوثيق، ومديرنا سعادة المستشار والإشراف العام من صاحبة السمو الدكتورة الجوهر حفظها الله. فمرحبا بكم جميعا، وأمسية من أمسيات النخبة، حياكم الله. والأستاذة زاهدة مردان العسافي هي من موالد مدينة كركوك بالعراق، حاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، وشهادة الدكتورة الفخرية من جمهورية مصر العربية، كاتبة وباحثة وناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل والأسرة. عملت كعضو في رئاسة محكمة الاستئناف بكركوك، وكذلك في خلية البحث الاجتماعي في محكمة الأحوال الشخصية بكركوك، وكمديرة إدارة محكمة الجنايات بنفس المدينة. هي لها عضوية في مجموعة من المنظمات العالمية المهتمة بالسلام والمرأة والطفل والأعمال الخيرية. استفادت من مجموعة من التكريمات، وصنفت ضمن 100 أفضل شخصية في الوطن العربي في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021. صدرت لها 4 مؤلفات بالإضافة إلى الكتاب الذي هو موضوع قراءتنا اليوم. لها مؤلفات أخرى، وهي المؤلف الأول هو 1000 عام من حياة امرأة، ثم المرأة العراقية في الفضاء والسياسة، ثم الطفولة الجانحة في ميزان المنظومة القانونية والعنف الاجتماعي. فأهلا وسهلا بالأستاذة زاهدة العسافي، ضيفة الأمسية، والتي هي في الحقيقة ابنة الدار ولها أيادي بيضاء على المنتدى من خلال ما تقاسمته مع أعضائه من أبحاث ودراسات. سيتفضل بتقديم قراءة في كتاب الأمسية الدكتورة كوثر أبو العيد، وهي أستاذة باحثة في مجال التاريخ، تخصص تاريخ العلاقات المغربية المشرقية، عضو هيئة المؤرخين والأساتذة العرب، عضو في المعهد العالمي للتجديد العربي. حازت على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي صنف تحقيق المخطوطات لسنة 2022-2023. صدرت لها مجموعة من الأبحاث التاريخية والتربوية في مجلات علمية مختلفة محكمة. فكان التوفيق أتمناه للدكتورة كوثر أبو العيد. بالنسبة لإدارة الجلسة، كانت موكولة للدكتور مجدي الربعي، لكنه اعتذر لانقطاع التيار الكهربائي عندهم وعذره مقبول، لذلك أنا سأقوم مقامه وأتمنى أن أوفق. جرت العادة أن أقدم لكل الضيوف وكل المساهمين في الأمسيات، لذلك سأكون مجبرة لتقديم نفسي بكل اقتداء وإيجاز. فأنا أستاذة مؤهلة، حاصلة على شهادة الدكتوراه الوطنية، أشتغل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة فاس، عضو في فريق البحث في الديداكتيك وإبستيمولوجيا العلوم الاجتماعية، إلى جانب زملائي الذين قدموا الأمسية سابقة. عضو مؤسس لفريق البحث والتجديد والتكوين في علوم المجال والمجتمع بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة الرباط، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الذي سينظمه المعهد العالمي للتجديد العربي في شهر أبريل المقبل سنة 2024، وعضو كذلك حتى في سكرتارية المؤتمر. أعمالي البحثية تتوزع ما بين البحث العلمي الأكاديمي ذو الصلة بإشكالية المدن التراثية، الصناعة التقليدية، التنمية المحلية والهجرة، وكذلك البحث التربوي. شاركت في مجموعة من المؤتمرات الوطنية والدولية، وآخرها المؤتمر الذي عقده المعهد العالمي بالجمهورية التونسية في نسختين، نسخة كانت في 2021 والنسخة الثانية في 2022.
وإن شاء الله إن في هناك يعني مؤتمر آخر إن شاء الله في 2024 بتركيا بإذن الله. كذلك مشاركتي في مؤتمر الهجرة والتراث، الهجرة عفوا والشتات، الذي كان بأنقرة بتركيا، وحظيت بشرف نشر دراستي بمجلة دولية محكمة ترجمت بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والتركية. والآن أنا في إطار فريق البحث بمعية زملاء، نشتغل في إطار مشاريع بحثية، ونتمنى التوفيق للجميع ولكل ضيوف الكرام في هذه الأمسية المباركة. الكلمة الآن للدكتورة كوثر أبو العيد لتقديم قراءتها في كتاب مأساة النزوح، الأسباب والمعالجات، لمؤلفته الدكتورة زاهدة مردان العسافي. فلك الكلمة الآن، تفضلي الدكتورة كوثر، مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بالأعزاء في منتدى الثقافة العربية. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسمو الأميرة الدكتورة جوهرة بنت فهد آل سعود، راعية هذا الصرح العلمي والثقافي العربي المتميز، على ما تبذله سموها من جهود في سبيل نهضة أمتنا وإشعاعها الفكري والحضاري، بمساعدة قائد المنتدى والساهر على شؤونه الدكتور شريف العجلاني المدير التنفيذي لفعاليات هذا المنتدى، مدعوما بممثل إدارته الدكتور أسامة أمين وباقي أعضاء جهازه التنفيذي. كما أتوجه بالشكر العميق إلى باقي أعضاء المنتدى في كل أقطار وطننا العربي الحبيب. واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن كامل سعادتي بوجودي بينكم وحلولي عضوة جديدة على هذا المنتدى. والفضل يعود بعد الله تعالى إلى الدكتورة جميلة الفلالي أعزها الله، والتي اقترحت علي فكرة الانضمام إلى منتداكم، فلبيت الدعوة بكل سرور، وها أنا ذا بينكم إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، أصحاب المعالي والهمم، يا بدور أمتنا ويا فرسانها ويا من نرجو أن تتم على أيديهم نهضتها. الكتاب الذي حظيت بشرف قراءته وتقديمه هو للباحثة الكاتبة زاهدة ملا مردان العسافي، وكان باقتراح من الدكتورة جميلة الفلالي. وكم كانت فرحتي عارمة عندما علمت أن الكتاب هو لباحثة عراقية تناقش قضية وطن عربي عزيز على قلوبنا، ألا وهو دولة العراق الشقيق، بلد الحضارة والتاريخ. والجدير بالذكر أنه سبق لي أن تعاملت مع هذا الموضوع، موضوع النزوح العراقي، من خلال مقال نشر لي بمجلة أوراق مجمعية الصادرة عن المجلس العلمي العراقي. أعود لكتاب السيدة زاهدة المسمات بمأساة النزوح، الأسباب والمعالجات، فأقول إنه في ظل واقع نزوح العراقيين وهجرتهم من وطنهم، وهي مأساة حقيقية تأذى منها المجتمع العراقي، في ظل هذا الواقع ظهرت كتابات تنفض الغبار وتعري المسكوت عنه في ملف النازحين والمهجرين وما يقاسونه داخل وطنهم بعدما تركوه اضطرارا وأماكن إقامتهم، خوفاً من الصراعات المسلحة وتصفية الحسابات وحالات العنف. في هذا الإطار يأتي كتاب مأساة النزوح للباحثة زاهدة العسافي، معبراً عما يقاسيه النازحون، فجسدت بذلك مأساتهم في صور معبرة ومؤثرة، امتزجت فيها مشاعر الألم والوفاء ومآثر التضحية والفداء بصياغة فنية مبدعة وأسلوب سلس جميل، فهيجت بذلك المشاعر
وفتحت جراح الماضي كاشفة عن قصص النازحين ومعاناتهم. كان هدفها هو طرح قضيتهم أمام الرأي العام الإقليمي والدولي ومناشدته للتدخل لمعالجة آثار القضية، قضية النزوح، وبذلك يكون الكتاب صرخة قوية لعلها تجد صدى لدى الضمائر الإنسانية. لقد عمدت إلى دراسة الكتاب شكلاً ومضموناً بعد أن قدمت له بمقدمة. على مستوى الشكل، فالكتاب يضم 217 صفحة حسب الطبعة الأولى الصادرة حديثاً عن مكتب التفسير للطبع والنشر بمدينة أربيل سنة 2023. قسمت الكاتبة مؤلفها إلى ثلاث فصول، فتضمن الفصل الأول مبحثان تناولت من خلالهما نشأة النزوح قديماً وحديثاً وأنواعه. أما الفصل الثاني فقد ضم بدوره مبحثان وشمل الحديث عن الأسباب بشكل تحليلي ودقيق وممنهج، حيث اعتبرت الكاتبة أن التعصب الفكري والطائفي من الأسباب المسؤولة عن ظاهرة النزوح، بينما خصص الفصل الثالث لأمثلة حية عن ضحايا النزوح، كما تناول السبل الكفيلة بمعالجته داخلياً ودولياً، ودُيّل الكتاب بخاتمة أكدت من خلالها الكاتبة على أهمية الموضوع الذي قلّما تناولته الدراسات المتخصصة الهادفة. وما دمنا بصدد دراسة شكل الكتاب، وجبت الإشارة إلى صورة الغلاف التي ميزت الكتاب. فالغلاف يظهر امرأة مسنة تحمل على ظهرها زوجها المسن، والاثنان ينزفان بشدة مخلفين من ورائهما آثار أقدام مخضبة بالدماء. إنها صورة معبرة ومأساوية لقصة حقيقية لأحد الضحايا والتي وقفت عليها الكاتبة عن كثب. هذه الصورة البليغة أضافت معنى للكتاب الذي حرصت فيه مؤلفته على توثيق معلوماته بدراسة ميدانية ومعطيات وإحصائيات دقيقة من مصادر متنوعة وغنية. أذكر على سبيل المثال تقارير منظمات دولية وبعثات الأمم المتحدة وتقارير عالمية حول النزوح الصادرة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذا بالإضافة إلى مراجع قيمة تناولت نفس الموضوع، معززة كل ذلك بمواقع إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية. على مستوى المضمون، تناول الكتاب قضية الهجرة أو النزوح العراقي التي تعتبر من أبرز القضايا التي عرفتها البشرية في التاريخ المعاصر، وقد حددت الكاتبة أسباب هذا النزوح بعد أن عرفته ووضعت له مفهوماً محدداً من خلال مفردة الهروب التي اعتبرتها أبلغ وصف لواقع الهجرة واللجوء والنزوح، وهي كلها مصطلحات تشترك في نتيجة واحدة ألا وهي مغادرة الوطن نحو المجهول. حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليس كل النازحين من مناطقهم يغادرون بلادهم إلى الخارج، فغالبيتهم يظلون داخل بلدهم، وهو ما أكدته المنظمة الدولية للهجرة التي نشرت إحصاءات مثيرة للقلق بشأن أعداد العراقيين النازحين داخل بلادهم هرباً من أعمال العنف، حيث تشير هذه الإحصاءات إلى أن عدد هؤلاء قد يبلغ نحو 2.4 مليون نسمة مع نهاية العام الحالي إذا استمر انعدام الأمن، حسب إسقاطات سنة 2006 التي عرفت نزوح 1.4 مليون عراقي فروا من ويلات العنف. وذكرت المنظمة أن 46% من النازحين في الداخل لا يتلقون أي مساعدة،
وأن كثيرين منهم يعيشون في ظروف غير مناسبة، والأخطر من ذلك بحسب المنظمة أن أطفالا لا تتراوح أعمارهم بين 10 و14 التحقوا بمجموعات المتمردين من أجل كسب لقمة العيش أو سعيا للانتقام لمقتل أحد أفراد عائلتهم. لقد فصلت الكاتبة زاهدة في موضوع الهجرة في العراق وقدمت أسبابا عديدة تفسر ذلك، مشيرة إلى أن الظروف التي مر بها العراق خلال العقود الثلاثة الماضية في ظل النظام السابق تركت وقعا أليما ومدمرا للمجتمع العراقي الذي شهد نزوح أكثر من 3 ملايين شخص إلى خارج العراق بحثا عن ملاذ آمن. هذه الهجرة الجماعية شملت هجرة الكثير من الأدمغة والأطر العليا العراقية المثقفة التي كان يمكن أن تساهم في نهضة تنموية لبلادها. من بين الأسباب التي قدمتها زاهدة والتي دفعت بالعقول العراقية إلى الهجرة هي الاضطرابات السياسية التي عرفها العراق بعد الاحتلال الأمريكي في 9 نيسان سنة 2003، حيث تعرض حملة الشهادات العليا للاغتيالات واستخدام وسائل تهديد بشكل مباشر لمغادرة العراق، فقد قتل جراء ذلك 246 عالماً وفقا لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، كما هاجر أكثر من 2000 منهم إلى الخارج، الأمر الذي أدى إلى خسارة فادحة واستنزاف لشريحة نادرة ومؤثرة وفاعلة في المجتمع العراقي. هذا من جهة. من جهة أخرى ذكرت المؤلفة مسألة المرونة ومختلف التسهيلات التي تتلقاها الكفاءات العراقية المستقرة بالخارج من حيث السفر والتنقل للأغراض العلمية أكثر من الأطر العلمية العاملة في الوطن الأم، وهو واقع مؤلم جريح يثخن الجسد العراقي والعربي بشكل عام، لأنه ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية من خلال استنزاف الرأسمال البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية للأمم، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج ولا يرجعون إلى أوطانهم. إن ظاهرة هجرة الأدمغة العراقية تعد ظاهرة تؤرق المجتمع العراقي والعربي بشكل عام، لكنها في العراق تبقى ظاهرة فريدة، خاصة إذا علمنا أن الهجرة ترتبط بشكل عام بالمغريات المادية. لكن الحال في العراق يختلف تماماً، فالبلد يعد من أغنى دول الشرق الأوسط قاطبة لما يمتلكه من ثروات طاقية ومعدنية وزراعية ومائية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي ساعد البلاد عبر التاريخ أن يكون بمنأى عن المجاعات والأزمات الاقتصادية. لهذا فهجرة الأدمغة في العراق كانت لأسباب غير اقتصادية، وإنما كانت لأسباب سياسية وأمنية وعسكرية، خاصة بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وفرض الخدمة العسكرية على الكثير من أساتذة الجامعات والتقنيين بسبب نقص الأطر البشرية نتيجة الخسائر التي تكبدتها القوات العراقية بسبب هذه الحرب، مما دفع بالكفاءات العراقية إلى الهجرة خارج الوطن. كان ذلك في مرحلة التسعينيات عقب غزو الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية سنة 1991. ازدادت هجرة العلماء العراقيين بشكل كبير، خاصة بعد فرض الحصار الاقتصادي والثقافي على بغداد، مما شكل نزيفاً خطيراً للعقول العراقية. والحقيقة أن زاهدة لم تكن الوحيدة التي دقت ناقوس الخطر لهذه الظاهرة،
وإنما ألفت العديد من الكتب والأبحاث التي حاولت معالجة هذا المشكل. نذكر على سبيل المثال الأستاذ جبار الجابري من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد، الذي حاول أن يقدم حلولاً للظاهرة تتجلى في تقديم مغريات مادية ومعنوية للعقول العراقية المهاجرة بغية العودة إلى وطنها. نعود إلى زاهدة ونواصل معها رحلة العذاب والهجرة التي طالت نخبة المجتمع العراقي، حيث تعطينا هذه المرة أسباباً أخرى تتعلق بالصراعات الطائفية التي استهدفت المدنيين من أفراد وجماعات على أساس الهوية الطائفية والدينية والعرقية، فنتج عنها قتل وتشريد السكان المحليين في ظل ضعف النظام العراقي ودخوله في صراع مسلح ضد هذه الطوائف. هذا من جهة. من جهة أخرى، برزت الهوية الطائفية والعرقية على حساب الهوية الوطنية التي كانت تحقق التجانس المجتمعي والأمن القومي، فنتج عن ذلك أن أصبح العراق بؤرة للدمار والموت، إذ وصل ذروة الفارين من العراق ما يقرب عن 4 ملايين عراقي سنة 2015. من خلال المعطيات الدقيقة التي قدمتها الكاتبة حول النزوح والهجرة، سواء في صفوف العقول المفكرة أو في صفوف العوام، يتبين أن زاهدة اعتمدت على مصادر ميدانية كالتقارير العالمية لهيئة الأمم المتحدة العربية ومنظمات حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة وتقارير المؤسسة الدولية للتنمية وغيرها، مما أعطى للكتاب قيمة علمية ذات أهمية معرفية في دراسة مشكل الهجرة بالعراق، وارتباطاً دائماً بمشكل النزوح أو الهجرة المتعلقة بالأسباب الأمنية، تسرد الكاتبة أرقاماً صادمة عن عدد الأطفال والشباب النازحين أو المهجرين قسراً، وما نتج عن ذلك من مشاكل نفسية وإعاقات جسدية تعرضت لها هذه الشريحة التي تمثل رأسمال البشري للدولة العراقية. في هذا الصدد، تذكر الكاتبة نقلاً عن مصدرها أن عدد العراقيين المشردين قدر بأكثر من 4 ملايين نسمة، أي ما يوازي 15% من مجموع سكان العراق، ضمنهم آلاف الأطفال داخل العراق وخارجه. هذا النزيف الديموغرافي خلف وضعاً مأساوياً بين صفوف الأطفال والشباب، فمعظمهم لم يتلقى تعليماً جيداً بسبب الأوضاع الأمنية التي يعرفها البلد. فالدراسات التي اعتمدتها الكاتبة تشير إلى أن أزيد من 3.2 مليون طفل عراقي في سن التمدرس هم خارج المدرسة، خاصة في المحافظات المتضررة من النزاع المسلح. بعد أن تطرقت الكاتبة إلى مأساة النزوح وفصلت في أنواعها وأسبابها، وضعت أصبعها على مكمن الداء الذي يفسر تشتت المجتمع العراقي، ويتعلق الأمر بالتعصب الفكري والطائفي. وهنا رجعت بنا الكاتبة إلى العصور الإسلامية الأولى، حيث أشارت إلى التطاحن الفكري والسياسي الذي عرفته العراق في القرون الأولى من تاريخ الدولة الإسلامية، إلى أن تطور الأمر إلى تعصب مذهبي ظهر معه الغلو بالمشايخ والقادة وإضفاء العصمة على آرائهم وأفكارهم واجتهاداتهم. في هذا الصدد، تذكر المؤلفة بتفصيل أسباباً عديدة للطائفية بالعراق، مشيرة إلى أن الاحتلال الأمريكي كان له نصيب وافر في إذكاء نار الطائفية وتدمير النسيج الاجتماعي الهش، في وقت
لم يستطع النظام السياسي الجديد في العراق خلق جو يسمح بالمصالحة الوطنية ولم الشتات، وهو من شأنه أن يؤدي إلى اندثار بعض الأقليات والطوائف العراقية وإلى تدمير الإرث الثقافي، وهذا لن ينعكس فقط على تاريخ العراق وإنما على التاريخ البشري ككل. بعد ذلك طرحت الكاتبة تساؤلا وجيها يتعلق الأمر بسبل مواجهة خطر الطائفية وأضرارها الهدامة على المجتمع، فاقترحت الكاتبة عدة أفكار وحلول كان الهدف منها تعميق وعي المواطن بأخطار الطائفية وانعكاساتها السلبية، وذلك عن طريق الثقافة الاجتماعية ووسائل الإعلام ومؤسسات التربية الأساسية على أساس فكرة المواطنة. الحل الثاني قيام القادة والمسؤولين بمهامهم تجاه شعوبهم ونبذ كل ما من شأنه إشعال فتنة الطائفية وإصدار قوانين رادعة ضد كل من يروج للطائفية. والأهم من هذا كله هو وجود رغبة حقيقية وجادة من أجل الإصلاح السياسي والاجتماعي وإعلاء مفهوم المواطنة على ما عداه من القيم المجتمعية، وهذا لن يكون إلا بمحاربة الفساد بكل أشكاله وإعادة الثقة للمواطنين الذين اكتووا بنار الفتنة والفساد السياسي والديني. في المبحث الثاني من الفصل الثاني تطرقت الكاتبة إلى مشكل الإرهاب وأثره على المجتمع العراقي، مبرزة عدة دراسات تناولت هذا الموضوع كدراسة الأستاذ عباس سنة 2019، والتي أكدت على أن الإرهاب من المشكلات الخطيرة التي تعاني منها الكثير من المجتمعات في الوقت الحاضر. وقد تنوعت أساليب تنفيذ العمليات الإرهابية التي نتج عنها نزوح العراقيين منتصف عام 2014. وفي هذا الصدد قامت الكاتبة ببحث ميداني حيث استخدمت المسح الاجتماعي على عينة من النازحين في مجمع خيمة العراق والبالغ عددها 200 مبحوث ومبحوثة. كان الهدف من هذا البحث هو معرفة أثر الإرهاب على نزوح العراقيين وعلى الأمن الإنساني الذي أصبح مهدداً داخل المجتمع العراقي. ووفقاً لذلك سردت الكاتبة زاهدة في الفصل الثالث قصص نازحين عراقيين تركوا منازلهم بشكل اضطراري، لدرجة أن عائلات بأكملها غادرت دون أن تحمل معها أوراقها الرسمية وما يثبت هويتها الشخصية، مما كان له أثر كبير في تشرد هؤلاء النازحين وانكسارهم نفسيا ومعنويا وماديا. كل قصص الضحايا مؤلمة، قاسمها المشترك هو الخوف والاضطهاد والأسى الذي تعرض له هؤلاء النازحين، لكن تبقى أكثر القصص مرارة تلك التي أوردتها الكاتبة في المبحث الأول من الفصل الثالث والأخير، وهي قصة السيدة ليلى أحمد عجاج ذات 62 عاماً من العمر، تسكن رفقة زوجها وأولادها ناحية كركوك. هذه العائلة اضطرت إلى مغادرة قريتها بعدما استوطن داعش فيها وسيطرت على كل المنطقة بمنطق دموي همجي. وأثناء فرار السيدة ليلى رفقة زوجها تحت جنح الظلام تعرضت لانفجار بسبب الألغام التي وضعها الإرهابيون في مناطق العبور، فتأذت هي وزوجها الذي كانت إصابته بليغة، مما اضطرها إلى حمله لمسافات طويلة بالرغم من جراحها العميقة التي كانت تنزف بغزارة. هذه القصة المأساوية جسدتها الكاتبة زاهدة في صورة تعبيرية واضحة الملامح بأسلوب سلس، وجاءت الصورة على ظهر الكتاب أكثر وضوحاً، وهو ما أشرنا إليه في السابق.
إنها مأساة إنسانية بكل المقاييس، ولهذا حاولت المؤلفة أن تبدع في تجسيد صور الضحايا، ضحايا النازحين، حتى يتضح للقارئ المشهد المأساوي الذي خلفته ظاهرة النزوح. من هنا طرحت زاهدة عدة سبل وأفكار لمعالجة الظاهرة داخلياً وخارجياً. فعلى المستوى الداخلي اقترحت تعزيز المشاركة والتعاون بين قطاعات العمل الإنساني والتنموي بشكل فعال، وذلك لإعانة النازحين الداخليين مع تفعيل دور العشائر العراقية لتبني مبادرة الخطاب المعتدل والتعريف بمأساة النازحين وانتهاكات داعش بحق الشعب العراقي، وغيرها من الحلول التي من شأنها أن تخفف الضرر الذي لحق بالنازحين. أما على المستوى الخارجي، يمكن القول أن تدهور الأمن في العراق بسبب النزاع الحاصل فيه أدى إلى آثار خطيرة على حياة المدنيين، بما في ذلك عمليات التهجير والتطهير الطائفي والنقل القسري الذي قامت به القوات الأمريكية وحلفاؤها، وهو جريمة إبادة جماعية بلا شك. من هنا ترى الكاتبة زاهدة أنه يتعين على سلطات الاحتلال أن تهيئ الظروف الملائمة واللازمة لعودة اللاجئين العراقيين وتشجيع العودة الآمنة والمنظمة للاجئين والمشردين خصوصاً، وأن القانون الدولي العام ينص على حماية حقوق هذه الفئة. هكذا بعد أن تطرقت الكاتبة إلى مأساة النزوح العراقي داخلياً وخارجياً، وحددت الأسباب وطرق العلاج، وختمت دراستها القيمة هاته بمجموعة من التوصيات والتي يغلب عليها الطابع القانوني، دعت إلى إضافة نصوص قانونية دولية جديدة تستوعب التغيرات العامة التي يشهدها المجتمع الدولي، حيث تتواجد قوات دولية بالعراق تعمل باسم منظمات دولية لكنها في حقيقة الأمر هي طرف في النزاعات المسلحة، وهو ما يقتضي وضع قواعد تحكم سلوك هذه القوات أثناء استخدامها للقوة المسلحة، كما طالبت بتخصيص إعانات مالية من قبل الدول المستضيفة للنازحين واللاجئين العراقيين وتوفير الحماية لهم، خاصة فئة الأطفال الذين يتلقون الدعم من هيئات تدعم النازحين دولياً مثل مفوضية الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية. خلاصة القول: يعد كتاب مأساة النزوح دراسة قيمة في التاريخ الاجتماعي والسياسي للعراق، ونبش في الذاكرة الحية التي تخلد ذكريات أليمة لنازحين عبروا حدودا دولية بحثا عن الأمان، وآخرين ظلوا مهجرين داخل وطنهم، فأصبح أولئك وهؤلاء يحلمون بالعودة إلى زمن المحبة والاستقرار ولم الشتات. كانت هذه قراءتي لكتاب مأساة النزوح، كتاب أراه فوق الوصف التاريخي والرصد المجرد لقضية أنهكت المجتمع العراقي، قراءة حاولت من خلالها أن أحيط بكل تفاصيل الكتاب وأغوص بين درره لأنقل لكم جزءاً يسيراً من ذلك الشجن الذي كان واضحاً بين سطور المؤلف. ولا شك أن عملاً علمياً هذا شأنه وهذه طبيعته لا يسلم من القصور، غير أن الكمال من قبل ومن بعد لمن له الكمال. في الختام أشكر كل فرسان وفارسات المنتدى وعلى رأسهم سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والشكر موصول للدكتورة جميلة الفلالي وللكاتبة زاهد العسافي ولكل من حضر جلستنا الفكرية هاته،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا الدكتورة كوثر أبو العيد هي مأساة حقيقية عاشتها ولا زالت تعيشها لحد الساعة بلاد العراق، بلاد الحضارات والتاريخ. وقد أحسنت وتوفقت دكتورة وأنت تقربين من هذه المأساة الإنسانية وما أعقبها من نزوح وتهجير قسري للطاقات والأدمغة والعقول المفكرة التي هي الآن وللأسف الشديد مشتتة في مختلف أرجاء العالم. بكثير من الشجون والحسرة والألم تابعت القراءة وهي ترصد عمق الجرح الذي يعيشه الشعب العراقي بمختلف أطيافه العرقية والمذهبية وتشكيلاته الثقافية والاجتماعية. هذه القراءة التي حمستني أكثر لقراءة الكتاب والتعمق في كنهه ومضمونه. والجميل في القراءة التي تفضلت بها الدكتورة كوثر أبو العيد أيها السيدات والسادة الأفاضل كونها تلخيصا وفيا لما ورد في ثنايا الكتاب، فقربتنا من خلال هذه القراءة من سؤال النزوح بجرد سياقاته وأسبابه وآليات علاجه كما هو واضح من خلال عنوان الكتاب والمرفق بصورة تجسد عمق الوفاء والتشبث وعدم التخلي ولو في أسوأ الحالات، وهي صورة وقعت بدماء قدمين حافيتين تنزف دماء ومع ذلك ظلت للوفاء عنوانا. هذا الإحساس وهذا التشبث الذي أجهضته وقتلته يد الاحتلال في قلوب النخب العراقية عبر نهج سياسة فرق تسود التي تبناها الاحتلال الأمريكي الذي اجتاح الأراضي العراقية في سنة 2003، وما نجم عن هذا التدخل السافر من صراعات مذهبية وطائفية أججت مشاعر الكراهية والاستبداد والعنف والقهر الاجتماعي. لتخلص القراءة أيها السيدات والسادة الكرام إلى جرد بعض الاقتراحات العملية التي ارتأت الدكتورة زاهدة أنها كفيلة بالتخفيف من حدة النزوح داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تجسير الطريق للمهجرين وللنازحين للعودة لمواقعهم وأوطانهم وتأمين بقائهم فيه. وهنا أنا أتساءل وأتمنى أن أتلقى جوابا لأسئلتي من طرف الدكتورة زاهدة، هل هناك من أمل في عودة عقول ومفكري وعلماء العراق الذين هم الآن في نقاط جغرافية مترامية الأطراف بفضل سياسة مرحبة التي تبنتها الدول المستقبلة لهذه النخب؟ وهل النظام السياسي الجديد في العراق قادر على خلق ظروف تسمح بالمصالحة الوطنية ولم الشتات؟ أشكر جزيل الشكر الدكتورة كوثر أبو العيد على هذه القراءة المركزة والشيقة لكتاب الدكتورة زاهدة العسافي العراقية الأصل والمنشأ التي عاينت وعاشت وعايشت مأساة النزوح والتهجير القسري عن قرب، فكل الشكر لكما لإتاحة لنا الفرصة لتناول هذا الموضوع الذي سيثير شهية النخبة بكل تأكيد لمناقشة أفكاره وطرح أسئلة بخصوصه. سأفسح المجال الآن لنخبتنا الفاضلة لإبداء رأيها وطرح أسئلتها واستفساراتها حول الموضوع المناقش، وعلى أساس تجميع كل أسئلة وبعدها إعطاء الفرصة للدكتورة زاهدة للإجابة عنها. سيكون رقم هاتفي رهن إشارة كل من يرغب في السؤال أو تقديم مداخلة في الموضوع. السلام عليكم أساتذة الأجلاء في منتدى النخبة الثقافية العربية على هذه الحلقات التي تقدم بحرفية ومهنية عالية من أساتذة الأجلاء وخصوصا الدكتورة جميلة والأساتذة المشاركين الآخرين. فيما يخص كتاب النزوح الذي قدمته الزميلة الأستاذة زاهد العسافي هو ترجمة لواقع مرير مر به العراق بصورة عامة والعوائل والأسر والمدن التي تعرضت للنزوح بصفة خاصة، حيث كما تعلمون إن من نتائج الإرهاب ومن نتائج الحروب التي مر بها العراق هو النزوح الجماعي لمناطق كاملة بل لمدن كاملة
مما غير من التركيبة الديمغرافية لكثير من المناطق وكثير من المدن، وترك آثارا وجراحا بالغة في صميم المجتمع العراقي، لأن عملية النزوح هي نزوح قصري، وكما تعلمون بعض حالات النزوح تكون بفعل العواصف، الأعاصير، الفيضانات، وقد يكون فيها نوع من التحمل ونوع من المقبولية، إلا أن النزوح الذي تعرضت له هذه العوائل بفعل الإرهاب والإجرام كان نقطة في سوداء في جبين الإنسانية، لأن ما قدمته الزميلة أستاذة زاهدة العسافي ما هو إلا ترجمة لقليل من الحالات، وما خفي كان أعظم. بالحقيقة نتمنى ألا تتكرر حالات النزوح في بلداننا العربية، لأنها مأساة وتبعاتها تظل سلبية ومؤثرة في العوائل وفي الأجيال التي تعرضت لحالات النزوح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه. الليلة فعلا جالت بنا دكتورة كوثر بالعيد، جزاها الله خير في قراءة هذا الكتاب القيم جدا لأختنا الفاضلة الأستاذة زاهدة العسافي. والحقيقة يا حقيقة يعني شعور الإنسان عن وطنه وعن أمنه وعن رغد العيش، هذا كله يعني جال في مشاعرنا الليلة وفي يعني خواطرنا وفي أفكارنا، وكيف أن الوطن لا يوازيه شيء في الدنيا. يقول شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. ما حدث من قصة النزوح ما استمعنا إليه الليلة من قراءة الدكتورة كوثر بكتاب الأستاذة زاهدة حفظها الله، يجعلنا نفكر كثيرا 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 أن يكون كل منا جدارا ناريا لحماية وطنه. عندما يهتز الأمن في الأوطان تحدث هذه المآسي كالنزوح، ويتألم كل من قصر في حق وطنه. أنا حقيقة الليلة تألمت كثيرا جدا لما يحدث لأوطاننا العربية. كلنا نشاهد النزوح في البحر المتوسط وموت الناس بالمئات، نزوح عجيب غريب إلى أوروبا وما يجدوه في أوروبا، وكيف يموت النازحون في البحر، وشاهدتم كلكم ذلك على شاشات التلفزيون من أخواننا السوريين والعراقيين واللبنانيين وغيرهم. الحقيقة أنا لا أحب أن أطيل، ولكن هي مشاعر حب وطن ومشاعر استخلاص نتائج من هذا الكتاب القيم، أن الوطن لا يماثله شيء، وأن الأمن إذا اهتز كل شيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بات آمن في سربه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. يوم واحد فقط كأنما حيزت الدنيا، فكيف بمن عنده قوت سنة كاملة؟ الحمد لله في المملكة العربية السعودية وإن شاء الله بلاد العربية كلها عند قوت سنة كاملة، تنام وبابك مفتوح، سيارة بابك مفتوح من الأمن والأمان. هذا نقوله والله حمدا وشكرا لله لما سمعنا من هذا يعني التحليل لهذا الكتاب. أنا أوجه أيضا سؤالي للأستاذة زاهدة: كيف ترين أهمية الأمن للأوطان؟ ما هي أهمية الأمن للوطن؟
وكيف يجب أن يكون كيف يجب أن تكون المواطنة من الشخص نفسه حتى لا تحدث هذه المآسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إحياء هذه الأمسيات الرائعة الثقافية، وعلى رأسهم الأميرة الدكتورة جوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتور محمد شريف العجلاني قائد هذا المنتدى، والدكتورة جميلة الفيلالي التي سهرت وما زالت ستسهر بالنسبة للنخبة الثقافية العربية، ولكل أعضاء المنتدى إدارة وأعضاء وضيوفا الذين كان لنا الشرف لاستضافتهم في هذا أو في هذه الأمسية. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والوافر للدكتورة كوثر أبو العيد التي قدمت لنا قراءة مستفيضة لكتاب الدكتورة زاهدة السافي مأساة النزوح الأسباب والمعالجات. إذن سوف لن أطيل عليكم. سؤالي هو كالتالي: ما الرهانات التي وضعتها دولة العراق لوقف النزوح الجماعي خاصة للأطر العليا التي ترتكز عليها أي دولة في العالم للحاق بركب التقدم ومواجهة تحديات العولمة أمام الدول المهيمنة على مستوى تنظيم المجال العالمي؟ ولكم جزيل الشكر. ورد علينا سؤال الدكتور أحمد زهري مكتوبا، وأنا سأقرأه حتى تتمكن الدكتورة زاهدة من الإجابة عنه. يقول الدكتور أحمد زهري: هل هناك من أمل أن ينبذ إخواننا في العراق وفي غيرها النعرات الطائفية والتحيزات المذهبية؟ ألا يستطيع القادة في العراق وغيرها دعوة النخبة النازحة إلى العودة إلى الوطن وتأمينهم ماديا وأمنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعر بالفخر الكبير سادتي الأفاضل. أولا تحياتي الخالصة لسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود الراعية لهذه النخبة المباركة، وتحياتي وتقديري لسعادة الدكتور محمد الشريف العجلاني قائد منتدانا، وسعادة الدكتور أسامة أمين المحترم، وإلى الدكتورة الفاضلة جميلة الفيلالي التي أبدعت بالنسخة الثالثة من هذا البرنامج، وإلى الأخت الغالية الدكتورة كوثر أبو العيد التي أبدعت في اختصار الكتاب في دقائق وعرض كل ما هو موجود من تفاصيل من بدء معنى النزوح إلى أسباب النزوح وإلى المآسي وإلى النتائج وكذلك الاقتراحات حول معالجة حالة النزوح. والله يا سادتي إن الأوطان لتهتز إذا افتقدت إلى الأمن، والمجتمع كله يصيبه التخلخل، فالنسيج الاجتماعي يتفكك بالبطالة والفقر، وتفكك الأسرة أحدهم يذهب يمينا وآخر يذهب شمالا وآخر يفقد حياته، فكيف تعيش الأسرة آمنة إذا كان هذا المصاب الكبير الذي يصيبهم
بفقدان الأمن والاستقرار، لا يستقر الوطن أبدا ولا يتقدم نحو الرقي خطوة واحدة ولا على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. والله نحن لو جمعنا دموع أطفالنا اليتامى والمشردين لكان منه نهرا يجري، شاهدا على ما حصل في العراق من مآسي جراء هذا الاعتداء الغاشم والأفكار الغير سوية. وتبقى المواطنة المعيار الأول والأخير، الولاء للوطن هو الذي يبني المجتمعات ويرفع الأوطان. وهنالك قادة في التاريخ، بن بلة وغيره من القادة الذين جمعوا شعبهم على نسيج الأمن والتفاهم والإصلاح، فكانت دول مستقرة آمنة، ومنها أيضا المملكة والحمد لله تشهد استقرارا ورقيا ووعي كبير لدى المواطن إن سلامته من سلامة الوطن. الأخت الدكتورة سعاد، تحياتي وتقديري. تعلمين أن حق الحياة حق ثابت لكل نفس بشرية، ونحن كمسلمين دين السلام أمر بحفظ الأنفس والأموال والأعراض، وحرم الاعتداء بنصوص كثيرة من القرآن الكريم، كما حرم إرهاب الغير وتخويفه وترويعه لما في ذلك من إفساد في الأرض، وكما قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، الحكومة العراقية الآن يعني بوجود منظمات دولية ومتابعات تعمل على إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية، وبالفعل كان هنالك كثير من المخيمات عملوا على بعد استتاب الأمن في تلك المناطق إعادة النازحين إلى مناطقهم، وكذلك منحوا لهم يعني مبالغ نقدية لمعاونتهم على الرجوع، وعملت المحاكم على إصدار الوثائق والمستمسكات الرسمية التي تثبت هويتهم وشخصيتهم، وكذلك عادوا إلى وقامت ببناء كثير من المدارس في المناطق المهدمة وبناء الدور تشجيع لعودة النازحين إلى مناطقهم. ولكن هنالك مناطق لا زالت يعني غير يعني لم ترجع الأهالي إليها لكثير من الأسباب، لعدم استتاب الأمن بشكل كبير، وكذلك لتهدم الدور بشكل كلي وصعوبة إعادة بناء في الوقت الراهن، وكذلك وجود أسباب أمنية كثيرة حالت دون عودتهم إلى مناطقهم. لكن الدولة جاهدة الآن إلى إعادة هذه العوائل إلى مناطقهم، وهنالك كتل سياسية فيما بينها تتفاهم لحل هذه المعضلة. أستاذ أحمد، تحياتي وتقديري. طبعا هذه المحاولات جارية على قدم وساق، ولكن تعرفون أن التدخلات من دول غربية وغير غربية كثيرة تطال السياسة في العراق وتتدخل بحيث تأخذها يمينا وشمالا، ولكن يبقى الوطن بيت الجميع، وتعمل القيادة العراقية الآن ممثلة بالبرلمان العراقي والحكومة العراقية، وممثلة أيضا بالكتل السياسية المختلفة التي تمثل كل شرائح المجتمع العراقي. لا أريد أن أسميها لأنني لا أؤمن إلا بتسمية المواطن، غير المواطن لا يعنيني. لذلك هنالك محاولات، ولكن الذين ذهبوا
بعيدا عن الوطن لا يستطيعون الوثوق والرجوع إلى أن يعني يتم تصفية كل هذه المشاحنات والاختلافات في الرأي هذه الحالة الفوضوية التي تعم البلاد، يعني تعدد مراكز اتخاذ القرار وكذلك الرؤى والمفاهيم، لكننا نستطيع يعني بحب الوطن الذي يحب وطنه يكون مجاهدا في جمع الكلمة ولم الشمل ونبذ العنف ونبذ التطرف العرقي والطائفي، لأننا أولا وأخيرا أبناء بلد واحد وأبناء وطن واحد ومصيرنا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير ضيوف أمسية هذه الليلة. لا يمكنني البدء في مداخلتي قبل أن نعطي كل ذي حق حقه، فكل التقدير لمسيرة هذا اللقاء سعادة الدكتورة جميلة الفلالي لجهودها ومتابعتها الدقيقة لإنجاز هذه الفعاليات، وجل تقديري لقارئة الكتاب سعادة الدكتورة كوثر، فقد أجادت في تناول المحتوى بتسلسل سلس واستطاعت أن تعطينا فكرة مستوفى عن كتاب النزوح. وبالنسبة للأستاذة زاهدة، زادك الله علوا ورفعة، فأنت باحثة مثابرة وأنت إنسانة تتفاعل مع أحداث وطنها الاجتماعية والسياسية، والبحث لديها ليس له سقف، فهي تطرق كل باب ينتج عنه معرفة أو يحكي قصة، وهذا واضح من منتجها الثقافي. سؤالي للعزيزة أم حارث، اطلعت على دراسات تناولت النزوح في العراق لأسباب أخرى غير الحروب وما تخلفه من أحداث. في العراق نزوح اقتصادي، نزوح بسبب التقنية، نزوح بسبب عدم توفر متطلبات الحياة المستقرة. سؤالي أستاذتنا الفاضلة، هل النزوح لهذه الأسباب له نفس درجة تأثير النزوح بسبب الحرب؟ وهل هناك أشخاص عادوا بعد النزوح وكيف كانوا؟ أعتقد أن نزوح الحرب نزوح لا إرادي، إنما النزوح الآخر اللي أنا تكلمت عنه هو النزوح قد يكون إرادي، فما الفرق بينهم وما هو تأثير الاثنين؟ أعتقد أستاذة زاهدة أن هناك حاجة لدراسة تتناول عودة النازحين، تناقش ما لاقوه في بلد النزوح وأسباب عودتهم وأفكارهم وتوجهاتهم حينما عادوا. أكرر تقديري للجميع، أختك نجاة محمد سعيد الصائغ من مكة المكرمة. أهلا دكتورة نجاة الأخت والصديقة، سؤال قوي كلش، يعني أكيد هنالك فرق بين النزوح وبين الهجرة لأسباب غير النزوح. النزوح هو من يعني أنا يعني فسرت، أو الكلمة المرادفة لمعنى النزوح المعنى الثاني هو الهروب من الوطن، هروب من الوطن في حالة حرب وفي حالة اعتداء على النفس وعلى المال وفي حالة عدم استقرار يعني وعمليات عسكرية. قبل أسبوعين زرت عائلة نازحة، يعني فتاة بعمر 18-19 سنة وفقدت بصرها، أصيبت بالعمى التام وفقدت والدها وأحد أشقائها وعمامها الاثنين نتيجة العمل المسلح. هذا العمل المسلح لا يعطي مجال للإنسان لكي يعني يحكم إرادته أو يكون له
رأي أو قرار إلا الهروب. أما الظروف الحالية في العراق وما تعرض له أناس من يعني مثقفين وعلماء وكذلك شعراء وعوائلهم من أشكال يعني الاعتداءات وعدم استقرار الوضع الأمني، كل الدول يكون فيها يعني عدم استقرار أمني وسياسي لا يعطي المجال لمن له طموح وله إمكانيات وله أسباب الخروج يترك البلد، مثل الأطباء والاختصاصيين والمثقفين بدرجات عالية وأساتذة الجامعة. نعم، حتى الذين ذهبوا لا يكون استقرارهم مثل ما يستقر داخل وطنه، له حقوقه كمواطن. الذين عادوا لا أعتقد، الذين ذهبوا بإرادتهم عادوا إلى العراق، لا أعتقد، ولا أعتقد يعودوا، والعراق لم ينعم بالاستقرار لحد هذه اللحظة مع وجود التناحرات والتكتلات وعدم وجود خط آمن. الدولة تحاول، لكن التدخلات والأيادي التي يعني ترمي بالحجارة في الماء تعمل على عدم عودة الناس، لعدم الوثوق بالوضع الحالي وعودته إلى الوضع السابق المستقر الآمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم. الليلة عشنا فعلا التميز بحقيقته في هذه الأمسية التي حقيقة يعني أنا أقول إنها نوعية، الموضوع والأداء سواء من الدكتورة كوثر بالعيد أو من الأستاذة الزاهدة أو من معدة الأمسيات جميل الفلالي حفظها الله. وأحب أن أنوه للجميع أن تكريم الدكتورة جميل الفلالي سيكون متميز بإذن الله في آخر أمسية، ونحن أخرنا تكريم الدكتورة جميلة لأنها لابد أن يكون تكريمها مختلف تماما، فهي طبعا تستاهل التكريم من الجميع وليس من المنتدى، فجزاها الله عنا خيرا. وأنا أشكر باسم صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة حفظها الله الجميع من ساهم معنا في إنجاح هذه الأمسيات وهذه الليالي التي لن نجدها إلا في منتدى النخبة الثقافية العربية. تحيات صاحبة السمو للجميع، وشكرها وتقديرها حملتني أن أنقلها إليكم جميعا، وترغب فعلا أن يستمر المنتدى في هذا الحراك الثقافي القوي، وتشكر الجميع وتشكر كل من يساهم في هذا الحراك الثقافي القوي. وأنا أيضا أشكركم ونشكر سعادة المستشار رئيس مجلس الإدارة اللواء الدكتور أسامة أمين، كذلك الأستاذة شاهة التي توثق كل أعمالنا، كذلك كل أعضاء المنتدى الذين فعلا يساهمون في هذا الحراك الثقافي الذي لا نجده فعلا إلا في منتدى النخبة الثقافية العربية. إنها نخبتنا نخبة التميز، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السيدات والسادة أعضاء المنتدى، في إطار سلسلة اللقاءات الثقافية تحت عنوان ضيوف وقضايا تتوالى مهارات ومعارف وعطاءات الدكتورة جميلة الفلالي بمنتدانا من خلال هذه الأمسيات الفكرية الممتعة، هي وضيوفها الكرام وفريق بحثها الأكاديمي والعلمي والفكري.
ونظرا لارتباط سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود حفظها الله بمواعيد مسبقة، ومع حرصها البالغ على أن تتواجد في كل الأمسيات والحوارات التي تعقد بمنتدانا الحبيب والتي تثري المعرفة والفكرة والثقافة، فيسعد سيادتها أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى الفريق البحثي الذي تقوده الدكتورة جميلة الفيلالي، ويسرها أن تهدي إليهم جميعاً هذه الشهادات تقديراً لجهودهم وتتويجاً لأعمال المنتدى في هذه الأمسية الراقية. بهذا نكون قد أنهينا أمسية الليلة. كل الشكر وكل امتنان لمؤلفة الكتاب ولقارئاته وللأعضاء الأوفياء الذين تابعونا طوال الأمسية، وباسمكم وباسم سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود أعلن عن نهاية هذه الأمسية التي استضفنا فيها الأستاذة زاهدة مردان العسافي من بلاد العراق، بلاد الحضارة كما قلت والتاريخ، ولنا موعد قادم مع مؤلف آخر وقارئ آخر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على تمام الساعة 6 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت مكة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.